المصريين يعرفون أن هناك في فجوة ورقعة في البحر عمقها 100 متر تحت سطح البحر، وتسمى هذه النقطة بمقبرة الغواصين، أجمل منطقة يغوص فيها السياح. والفجوة هذه بوجهة نظري أنا ونظرية جديدة ما ذكرت لا في الكتب ولا في الخرائط ولا حتى دونت في مواقع التواصل الاجتماعي. فرضية أنا بنيتها على أساس أنه هذه الفجوة مقابلة للجبل اللي تأثر بضربة النبي موسى عليه السلام. جميع السياح اللي يسألون عن سبب حدوث هذه الفجوة في مدينة دهب، المصريين يقولون لهم أنه في نيزك جاء في قديم الزمان وضرب هذه المنطقة. سبحان الله العظيم، أنا أقول أنه هذا الخفص البحري الموجود في مدينة دهب نتيجة ضربة عصا موسى عليه السلام في الأرض، وأحدثت هذه الفجوة عمقها 100 متر. والدليل أنه الفجوة هذه حولها تشققات، التشققات هذه يسمونها المصريين شق الأفعى أو شق الثعبان. هذه الفجوة مقابلة تماما للجبل اللي تأثر بضربة عصا موسى عليه السلام. شوفوا ارتفاع الجبال يا جماعة الخير، الأمواج في البحر انشقت كارتفاع هذا الجبلين. والغرب يدورون على أعذار، سبحان الله، وعلى أمور تساعد الرب في إحداث معجزته. لا يصح هذا الكلام يا جماعة الخير، الله سبحانه وتعالى أحدث معجزته في أرضه، فما في هناك لا أعماق تعوقه، وليس هناك عملية للمد والجزر تعوقه، ولا مسافات الطويلة تعوق الرب في إحداث معجزته يا جماعة الخير. فيبحثون العلماء ولا المؤرخين على أماكن ممكن تساعد الرب في إحداث معجزته، وهذا غير صحيح. قالوا نويبع لأنه العمق البحري هو أخفض عمق ممكن، وفي علماء مصريين قالوا أنه موسى عليه السلام وقومه عبروا خليج السويس في أقصى شمال سيناء، ونزلوا جنوبا إلى محاذاة جبل الطور، ثم توجهوا شمالا مرة أخرى إلى مدين الأردنية. شلون يا جماعة الخير، حرفيو نازلين تقريبا أكثر من 500 كيلو، وطلوع 500 كيلو. العلماء ما يدرون أنه الفجوة البحرية هذه زمان ما كانت بهذا الطول، طولها 10 كيلو يا جماعة الخير. أنا بالنادي أروح أمشي مسافات أطول من هذه المسافة، فيقولون لا هذه المسافة طويلة على عبور موسى وقومه. شلون يا جماعة 10 كيلو طويلة؟ ما هي بطويلة. الشيء الثاني، قياسات الأعماق وقياسات اتساع رقعة اليابسة في الزمان ما كانت على هذا الحال. العصر الجليدي يوم حصل شكل البحار والمحيطات وغير من مناخ الأرض، غير كثير من شكل التضاريس في الأرض، ووسع رقعة البحار في الأرض، وفرق الجزر، وأحدث زيادة في أعماق البحار. فوشلون يا جماعة الخير تقولون والله هذا البحر الآن هو البحر الموجود في سابق عصر سيدنا موسى عليه السلام، فكان ما كان بالحلة هذه، فكان أصغر حجما وأقل عمقا. فأنا الآن ما أبحث على أسباب تساعد الرب أنه يحدث معجزته، لا، لكن أنا أتكلم على دراسات سابقة عن العصور اللي غيرت تضاريس العالم وغيرت تضاريس الأرض بشكل أصح. نركز أكثر في العصر الجليدي، وابحثوا وأقرأوا عن العصر الجليدي هذا، وخذوا كثير من المعلومات عنه. هذا الشق أحدثه الله لموسى، سبحان الله، ليعبرون من خلاله بني إسرائيل إلى الجهة المقابلة. طوله 3 كيلو. الآن أنا بدخل هذا الشق وبصور جوا إن شاء الله. جعل الله سبحانه وتعالى البحر يبسا لموسى عليه السلام وقومه لعبوره، وكان الطريق يبسا من النص، مثل ما الله سبحانه وتعالى أحدث معجزة أخرى وهي انشقاق هذا الجبل تأثرا بضربة موسى عليه السلام، وجعل من هذا الشق الأرض مهدة ويبسة لمساعدة موسى وقومه عبوره. منطقة جبلية تماما، فما في مجال أنه
يذهب للجهة المقابلة إلا عن طريق هذا الشق. هذا الطريق عبر النبي موسى عليه السلام وقومه من بني إسرائيل متجهين للجهة المقابلة. طول هذا الشق شق الجبل 3 كيلومتر. موسى عليه السلام في رحلته مع بني إسرائيل في طريق العودة من مصر إلى مدين كانت ترافق النبي أمه بأسرها وما عليها، وأكثرهم كانوا ما يؤمنون برسالة موسى عليه السلام وغير مطيعين لله تعالى، مما جعل المسير فيها بطيئا وشاقا وطويلا، وكان قولهم هذا فور نجاتهم وخروجهم من البحر. برضو استمروا في عصيانهم بعد تجاوزهم البحر وبعدما رأوا كل ما جراه الله سبحانه وتعالى على يد موسى من معجزات. أنا لا أؤكد أن هذا الشق حدث نتيجة ضربة عصا موسى، لكن الواقع وأثره باقي، لأنه لو جينا شفنا الطريق بعد عبور البحر الجبال مقفلة تماما، ولا كان في طريق يساعد موسى أنه يعبر للجهة المقابلة، فيسر الله سبحانه وتعالى له هذا الطريق الممهد للعبور للجهة المقابلة، وهذا الأقرب للصواب موقع شق البحر اللي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. الله سبحانه وتعالى رزقهم بعيون فجرت من تحت الأرض يشربون منها، ما زالت جارية حتى يومنا هذا، هي لا تنضب سبحان الله. وهذا الشق كيف أنا قلت أنه حدث نتيجة ضربة عصا موسى؟ الله سبحانه وتعالى كان بإمكانه أنه يفلق البحر بدون ما يطلب موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه الأرض. طلب الله من موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه الأرض على أساس يؤكد لقومه صدق رسالته، والعصا هنا عند أحداثها في الأرض هنا حدث الوقع الكبير والقوة الأرضية الكبيرة اللي حدثت نتجت من خلالها وقوتها انفلاق البحر وتأثر هذا الجبل بالانشقاق. والجبال شلون تكونت إلا بفعل البراكين والهزات الأرضية. أنا ما زكي نفسي على أحد، أنا أتعلم من العلماء وأتعلم من الدارسين والمؤرخين كل ما ذكروه، لكن وجدت في بعض نظرياتهم أنها غير صحيحة. النظرية الأقرب هي اللي واقع أثرها حتى الآن.